علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرى. علوت مكانة ورفعت قدرا وأهديت الورى نورا وبشرى. حباك الله يا ندوة فضلا، حباك الله يا ندوة فضلا، فكنت نذل هم الليل بدرا. من أفضل وأحب الأعمال إلى الله جل وعلا والتي بها يضمن الإنسان له بيتا في جنة عرضها السماوات والأرض أن يبني الإنسان في هذه الدنيا بيتا لله عز وجل، والجزاء من جنس العمل. من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا وفي الأشهر الحرم يمن الله سبحانه وتعالى علينا بفضله ومنه وبركته بافتتاح مركز بدر الإسلامي. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهل يوجد بعد هذا الفضل فضل أن يبنى لله عز وجل مسجد بهذه الروعة وهذا الجمال؟ وهل بعد هذا الفضل فضل أن يأتي متبرع كريم ومحسن فاضل مملكة الخير المملكة العربية السعودية فيعطي نفقته في هذه البقعة المباركة من أرض كردستان الطيبة؟ هذه الأرض التي ما زال يشهد ترابها بمقابر التابعين والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فها هو الخير يمتد، وها هو الرباط يقوى بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وإن شاء الله يدور الزمان دورته ويعود مرة أخرى ويخرج من هذه الأرض الطيبة علماء كبار. وإن كانت المحسنة الكريمة أم بدر التي أنفقت هذه النفقة في ثواب ابنها الشهيد بإذن الله تعالى بدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه بها بهذه النفقة، وأن يرفع أختنا الكريمة بهذه النفقة درجات في عليين، اللهم آمين. وإن كانت المحسنة الكريمة قد فعلت ما يجب عليها في مالها فأنفقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى بإعمار المساجد، بقي الواجب علينا نحن إعمار هذا المركز بالصلاة فيه والعبادة فيه والاعتكاف فيه والتعلم فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن يجمعنا إن شاء الله جميعا في الجنة إخواناً على سور المتقابلين مع إخواننا من المملكة العربية السعودية ومن المحسنين الكرام، اللهم آمين. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك في أهل هذه المنطقة وأن يبارك في قرقيزيا جميعاً، وأن يجعل أهل هذه المنطقة يعني أهل منطقة طيبين طاهرين بالله عز وجل موصولين، اللهم آمين. وإن شاء الله نرى من هذا المسجد قافلة كبيرة إن شاء الله من الحفاظ والقراء والعلماء، اللهم آمين. مرة أخرى شكرا للإخوان الكرام جميعا ولأهل المنطقة، وجمعة مباركة علينا وعليكم وختام مبارك. وأنت أب لمن عاشوا يتامى ويسر للذي قد ذاق عسرا. وأنت أب لمن عاشوا يتامى ويسر للذي قد ذاق عسرا. خدمت الناس أزمنة المداد.